تدري الشيء هذا إذا كان في يدك عام 2003 راح يصادرونه منك وممنوع بيعه وتداوله في السوق؟ مستغرب انت صح؟ لا هذا مو ما هو شيء يعني محرم ولا هو شيء غلط ولا هو أي شيء، اليوم هذا الشيء أساسي في حياتنا. لكن في العام 2003 في قانون سنوه أن أي جوال يحمل كاميرا ممنوع بيعه وتداوله في الأسواق التجارية في السعودية. إذا ما كنت مشترك اشترك معي ونورني وحياك الله في جوال الدلوعة. الدلوعة نعم أنت سمعتني صح، هذا الجوال اسمه جوال الدلوعة، نزل في العام 2003 قبل 17 سنة كان الشيء هذا مو موجود ومتوفر بكثرة. جوال أبو كاميرا، كانوا يسمونه أبو كاميرا. فتخيل المصطلح هذا الغريب جدا، لو تبي تقوله اليوم ممكن يضحكون عليك، لكن أول كانت تقنية وطفرة جديدة بالسوق أن يكون معك جوال في كاميرا. ما أنسى لما رحت أشتري كان اسمه غريب جدا، الدلوعة، يعني أول الجوالات أساميها غريبة، برج العرب، الفيصلية، المملكة، الباندا. فهذا الجوال كان اسمه الدلوعة في السوق السعودي. فلما شريته أنا ما كنت مهتم في أي شيء سوى أنه فيه كاميرا، كنت أبغى أقتني جوال فيه كاميرا يمديني أصور، يمديني أحط والبيبر على نفس الجوال أنه هذه ورق حائط. فكانت ميزة خرافية. فخلوني اليوم أستعرض نفس الجوال اللي اقتنيته قبل 17 سنة. تراني يعني مو كبير مرة عشان تكبرني الحين تقول اوه عبد الله 2003 كم معي جوال معناته الحين كم عمره. لا عادي جدا، انت الان شايف الوقت الحالي واحد عمره 7 سنين معه جوال. ف بالضبط اوكي، خلونا نستعرض الجوال الان ونشوف. طبعا مجدد، الجوال مجدد وما هو يعني جديد، مستحيل تلاقي جديد. كيف بتلاقي جوال من عام 2003 جديد الا اذا كان مخزن، في حال انه مخزن، بس هذا الجوال ما هو مخزن. طبعا راح تنصدمون من مواصفات جوال الدلوعة. انا ادري ان الاسم غريب، انا ما انسى في 2004 تقريبا او 2003 بنفس العام اللي شريته فيه، لما رحت عند الاسواق الكويتية ودخلت في مجمع حق اتصالات قلت ابغى كفر لجوال الدلوعة. والله ما انسى البائع واللي جنبه يطالعون في بعض يقولوا شو الدلوعة ذا، شنو رقم عطنا الرقم حقه. خلونا نستعرض ونشوف بدون فلسفة، ندخل في الموضوع على طول. في اكثر من ميزه في الجوال هذا راح تشوفونها معي الحين. هذا جوال الدلوعه، الله يا وقت مضى، الله يا وقت كنت اتباهى فيه، كنت اخذه معي المدرسه، كنت اخذه معي المدرسه عشان اقهر اخوياي اقول شوفوا معي جوال يحمل كاميرا، معي جوال فيه كاميرا. انجاز عظيم جدا، انجاز عظيم جدا. اخذت اللون هذا، هذا جوال الدلوعه ونفس الشكل نفس المسكة ما تغير علي، بس ما أدري ليش أحس أنه صغير، أحس صغير مرة. يعني في ذاك الوقت كان الجوال هذا بنظري كبير جدا، جوال يعني عملاق، الحين أشوفه كبر أبو كشاف، ممكن أبو كشاف أكبر منه حتى. والعجيب في الجوال هذا ترى كان فيه كشاف، كان فيه كشاف وفيه كاميرا وفيه ميزة خطيرة جدا، أني يمديني أغير في داخل ورقة، لو تشوفونها لو تلاحظون الورقة هذه يمديك تغيرها، تفك الكفر وتغير الورقة هذه، والورقة هذه تحط فيها أي شيء، صورة، خلفية. فكان هذا الشيء يميز هذا الجوال. خلينا نشوف شيء يجي معاه. طبعا ما هو كرتونها الأصلي للأسف، ما يجي معاه سماعة ثقيلة، المفروض معاه سماعة ثقيلة بس مو معاه. وهذا الشاحن حق الجوال، طبعا الشاحن جوالات النوكيا مرت في مراحل يعني تطوير، كان الشاحن كبير في البداية اللي يركب على الجوالات من الباندا وطالع، بعدين عاد بدأت تصغر الشواحن وتصير أصغر، بعدين وصلنا للمرحلة الأخيرة اللي هي صارت الشواحن USB. لكن هذه الشواحن اللي يذكر أيام أول في النوكيا كانت موجودة. طبعاً أنا بجرب أني أشغله قبل دقيقة، زر التشغيل من فوق. اتوقع يحتاج اشحنه، بس التجديد صراحه اللي مر عليه الجوال فظيع جدا. ليش اقول فظيع جدا؟ لان الجوال كانه جديد، شوف اللزقه، حتى هنا في لزقه، ولا فنلندا، يعني يوريك ان الجوال هذا صناعه فنلنديه. كيف فنلندا وانت هو فنلندي بس مجدد؟ والتجديد صراحه مبهر. لكن عيب بعض الجوالات اللي يجيها تجديد الكاميرا ما تشتغل. انا مره شريت الباندا وشريت N80
اذا تذكرون ال 80 اللي اعطيته فيصل السيف، فيصل السيف يقول قلت ذليتني انت، لا يعني الجوال هذاك على ذاك الوقت شريته وشريت معاه 80. ال 80 الكاميرا الخلفيه ما تشتغل، الكاميرا الاماميه تشتغل. الان بشحن وتاكد، انا الان بجرأ شحن الجوال، شحن. طبعا انا طفيت النور اللي هنا عشان ما حد يقول ليش النور اللي عندك طفينا، طفيت عشان اركب الشاحن. الجوال بدا يشحن يا جماعه الخير، وهذا امر مبشر بالخير. ما ركب في شريحه، والان بركب في شريحه وبجرب هل يتصل او لا. تخيل جوال من 2003، انا ما ادري ليش قمت وجوالي هنا بجيبي. شوفوا كيف طريقه تركيب الشريحه، في حامي، في حامي نفس الشريحه، طبعا الشريحه الكبيره، ما هو الشريحه الحاليه الجديده اللي تكون نانو سيم، لا ما هو النانو سيم، هذه الاكبر شيء كان موجود في السوق وقتها، او الشكل الاصلي اللي ظهرت عليه الشريحه. المشكله مرت في عوامل تعريه الشريحه، الشريحه بكبرها مرت في عوامل تعريه. خلونا نركب شريحتي الثانيه، خلينا نجرب الشريحه هذه. لو تلاحظون الشريحه هذه من تقريبا 2007، 2007 الشريحه دي. شيء مؤسف، شيء يبكي، مش مؤسف يا عبد الله. كيف 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 اثبت الشريحه انا الان؟ والله بلشت فيت انا لله، بس بسقطها بيه تركب. بس انا ما ادري هل راح يقرا كذا او لا، بس بنجرب تجربه خير برهان. خلينا نشغل الجوال، اتمنى اشتغل اشتغل. يقول دخل الذاكره، هذه كانت مشكله الجوالات زمان، بدون ذاكره ما تشتغل. مو الان، الان يمديك تعطوا ركب ذاكره اشتغلت معك، الان لا، لازم الذاكره تركب صح، مو الذاكره قصدي الشريحه. محاوله نمبر 2، ان شاء الله تشتغل الحين. تكفى اشتغل، اشتغلت الشريحة. لو الشعار اللي طلع الجوال، لا قبل الاس تي سي هذا الجوال. اوف 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 اوف، الجوال يقدمه يقدمه المشغل. طيب خلينا نشوف في لغة عربية، ما اتوقع في لغة عربية. دقيقة، لا في ضبط الهاتف اتوقع اللغة، بس نفس الاحساس القديم. ايوه هنا ضبط الهاتف، اللغة، في لغة عربية، والله شيء جيد صراحة، شيء ابهرني، مو بس جيد ابهرني. لو تلاحظون الشاحن شغال، كل شيء شغال قوي. يستهبل ذا، كيف شاحن فل؟ كيف شحنت فل وانا توني ما مداك شحنت فل؟ معقولة الجوالات القديمة كان فيها كويك تشارج؟ هذه طبعا اللي قلت لكم عنها، اللي هي اللي يمديك تغيرها. اذكر اخوي قبل راح رهم لي واحدة، راح رسمها لي بالكمبيوتر وضبطها، وراح قصها لي بالمقص، وبعدين راح جيت انا حطيتها هنا، سقطتها هنا، فكانت مرة رهيبة، كنت اكشخ فيها قبل. هنا كان الابداع في نوكيا، كانت تبدع نوكيا، كانت تسوي اشياء غريبة ما كانت الشركات تسويها. طبعا هي اللي كانت متسيدة في الساحة، خلونا ما ننكر هذا الشيء، اللي كان متسيد في الساحة وقتها نوكيا، ولا عزاء للبقية. عدين عدوها اللي ادفنوها، ادفنوها دفان. طيب خلونا نركب الكفر. كانت جوالات النوكيا قبل فيها متانة، فيها رزانة. لا بعد طلعت الأسماء، أبو طلال، أبو راشد، كلهم طلعوا. الجوال كان فيه كاميرا واحدة، أذكر كان فيه كشاف، بالضبط هنا الكشاف، اشتغل الكشاف. فاللي يميز الجوال هذا أنه مو بس كاميرا، كان كاميرا وكشاف. انت جالس تتكلم عن وقت قبل ظهور جوالات ابو كشاف، ابو كشاف ما طلعت، ابو كشاف ممكن طلعت 2005 2004، هذا 2003. كان طفره، كان في طفره بسوق الجوالات. هنا مدخل السماعه الصغيره، وهنا الشاحن، وبس ما عندك منافذ كثيره، انتهت المنافذ. انت بالنسبه لك هذا الجوال خلاص، كلم الو السلام عليكم سكر خلاص انتهى الموضوع. بس في الميزه الخطيره مره الحين راح استعرضها معكم، اللي هي الكاميرا. رسالة تطلع، ايه رسائل الشريحة نفسها. طيب الرسائل، سجل المكالمات، الاسماء، الضبط، الاستوديو. الو الاستوديو هذا اكشخ شيء صراحة، الاستوديو تكشخ فيه صراحة. اول تدخل الاستوديو تشوف الصور، عرض الحافظات، الجرافيك، النغمات، الصور، التسجيلات. كان يسجل، كان فيه اتوقع كان فيه مؤلف النغمات. الوسائط، الكاميرا، النقطة الإبداعية في الجوال هذا، والشيء اللي خلاني أزعط فيه على ذاك الوقت.
كنت أزعط، ما يجيني أحد كذا إلا أنفخ ريشة عليه. نعم إيش عندك؟ جوال أبو كاميرا، حطه في صدر المجلس. ما في كذا حبيبي، أول اللي معه جوال أبو كاميرا هذا شخص مطنوخ، هذا شخص تعال يجلسون يجلسونك جنبهم كذا، تعال جلس تفضل، شلونك شخبارك؟ بالله ورينا كيف يصور جوالك. كذا كان أول. خليني أنا أفتح الكاميرا أشوف، يا رب تشتغل يا رب تشتغل. طبعا فيها الصورة العادية والصورة الشخصية والوضع الليلي والوضع نكشخ قبل في الحركات ذي. حنا صراحة يا رب تشتغل يا رب. الكاميرا شغالة يا جماعة الخير، الكاميرا شغالة، خلوني أصور نفسي. لا والمسمى كاتبين هنا جلب، شو اللي جلب؟ طيب التقاط، لا كاتبين لك مصطلح جديد جلب، هذا مصطلح في اللغة العربية نفسها. خلوني أصور نفسي، بسم الله. الصوت تحفة، الصوت لحالة تحفة. لا إله إلا الله، معقول أنا قبل كان يبهرني الشيء ذا؟ دقيقة، كان في تكبير أذكر، أي والله في تزويم مزوم. شا تزوم يا خالي؟ كنا نطنز على الجلاكسي ونقول تصويره بيكسلات ماينكرافت، هذا شنو طيب؟ هذا من عدم الدنيا عندك هنا. ترى ما في بلوتوث، ما في بلوتوث، فيه اللي هو الاي ار، اي ار. الحين بروح اجيب جوالي النوت، ما اقدر، شلون بنسخه؟ ما في عندي الكيبل اللي ينسخه الكمبيوتر، بلوتوث ما في، فلازم انقلها عن طريق الاي ار. لحسن الحظ عندي جالكسي اس 4 اللي فيه الاي ار، بحيث يمديني انقل الصوره من خلال المنفذ هذا اللي تشوفونه، يمديني انقل الصوره ويمديها توصل الصوره، بشوف جودتها كيف قايله، بستعرضها لكم، بحاول اطلعها لكم، تشوفونها عندكم الان بالشاشه الصوره كيف قايل الجودة هذه، لأن صراحة أنا عندي شكة في الجودة هذه، شك فيها. دقيقة خلوني أصور. على فكرة ما في ذاكرة خارجية، ما في ذاكرة خارجية، في ذاكرة داخلية تعطيك فقط 62 صورة بس، فيديو ما في، فيديو انسى، هذا شيء اسمه فيديو، هذا بالخيال، أنت عندك تصوير عادي بس. خلوني الآن أحاول أرسل الصورة. طبعا الاي ار وين مكانه؟ انا ناسي مكانه، لان اذكر زمان في واحد يعني شرى الباندا وانا كان معي هذا، تو نزل الباندا شراه قبلي، فانا لما جيت به يرسل لي صور، ابي هو يرسل لي صور، قلت له دز لي الصور هذه، قال لا انت جوالك قديم، تعال جنبي عشان ادزلك. كيف اجي جنبك؟ قال تعال هنا يلا، وهو الباندا كان فيه على الجنب الاي ار ويدز لي الصوره. طيب خلوني ارسل الصوره. وينها؟ ارسال. عندك الوسائط المتعددة أو الاي ار؟ خلونا نرسل. هل بيستقبل النوت؟ نوت حبيبي ما جاك إشعار؟ ما أدري كيف أرسل النوت، تعذر الإرسال. بنشوف الصورة. طيب حاولنا ولكن كل المحاولات باعت في الفشل، بالرغم من أن الاي ار موجود هنا عندي، هي الإشعة تحت الحمراء، ولكن للأسف انسى الزعل. طيب خلاص الآن خلونا نطلع من التصوير. طبعا الكاميرا فيها وضعيات، في صورة شخصية. إيش فرق الصورة الشخصية؟ الصورة الشخصية يعني مقاسها، مقاسها مقاس شو الصورة الشخصية. أوكي الله الله، صراحة ما أدري إيش أقول، واحد ما يدري إيش يقول صراحة، من قوة الغبش اللي بالصورة أنا ماني عارفني صراحة، تسكتش من الشخص هذا. موقدات الضبط، لا خلاص. طبعا في راديو، في راديو بس لازم تجيب سماعة صغيرة عشان يشتغل الراديو. في المسجل، خلونا نسجل تسجيل. السلام عليكم، هذا الجوال المسمى بالدلوعة، كان من أوائل الجوالات اللي اقتنيتها وتحمل كاميرا تسجيل خاصة بالتصوير، فكان الجوال هذا في يوم ما فظيع جدا ويمتلكونه فقط الفخمين. خلونا نسمع. اي فخمين يا طيب، الحين ما حد يتنازل يمتلك الجوال ذا. وبعد الوسائط عندنا المنسق، المنسق ما ادري، المنسق اللي فيه منبه التقويم والحاسب. اوه تطبيق، في تطبيقات، اضبط التاريخ اولا، يلا عطى اي تاريخ، عطى اي جرينتش 2005 2005 اللي هو يمكن اخر ابديت جاء، يعني الجوال هذا على اخر ابديت، يعني اول ابديت 2003 2004 2005 وقفوا. طبعا في العاب، ما في ولا لعبه اتوقع،
اتوقع اي فارق، كل شيء فارق. يمديني انزل العاب المجموعة اللي هي التطبيقات، في خدمات، فيه الويب يدخل انترنت. على فكرة بتقولوا كيف جوال زي هذا يدخل انترنت؟ فيصلية والمملكة كانوا يدخلون انترنت، بس كانوا يدخلونه بالتوجي، التوجي اللي هو اردى شيء. فيدخل يا دوب يحمل الصفحة، يا دوب جوجل، اذكر قبل جيت ادخل على جوجل يا دوب بس يسوي له تحميل وبس يفطس بعد ما يسوي اي شيء. فانسى انسى انك تدخل النت، فيه في ذهاب الى، طبعا الكل يعرف ذهاب الى هذه ايش اللي تعطيك اختصارات، وفي خدمات البطاقة، في رسالة بوريكم اقدر اغير الشكل هذا الثيم اللي تشوفونه، ضبط الشاشة، ورق حائط، فيه ورق حائط دقيقة اختره، ما فيه للأسف ما فيه، خلني أحط صورتي ورق حائط، أي صورة هذه، يعني أحس إنها ضبط كورق حائط، أحس كذا يمديني أكشخ جوالي. هذا اللي كنت أسوي زمان، بالضبط هذا اللي كنت أسوي زمان، كنت أصور نفسي، أذكر في صورة طولت وهي ورق حائط اللي هي صورة بيتنا، كنت عطى ورق حائط، ما أدري شو معجبني في بيتنا بس كنت عطى ورق حائط. بوريكم كيف اغير شكل الثيم. ايه سمعتني صح، الثيم، انظمه الالوان اللي هي اللي انا جالس احرك الان اللي تشوفونها، وعندك اللي هو وينه وضوح الشاشه، لا خليه على اساس فيها وضوح، يعني اللي هو عرض القائمه، في شبكه، الشبكه بتشوفون كيف طريقتها، شفتوا كيف طريقه الشبكه كانت افضل من طريقه اللي هي التصفح العادي. فقبل انا كنت اخلي الشبكه عنوة اني بصير زي الجوالات الفخمة اللي نزلت بعد كذا اللي باندا، مال باندا كذا الشكل حلو يعني شبهها النظام. اتوقع سيمبيان، اتوقع سيمبيان اصدار قديم بعد. بالعربي يا جماعة الجوال يمديني استخدم الان، يمديني اجري مكالماتي فيه واستقبل رسائل عليه، واموره طيبة من ناحية كل شيء. جوال مثل ما انتم شايفين شغال، رغم انه صدر قبل 17 سنة، في الوقت ذاك الجوالات ما كانت بالتطور اللي نشوفه اليوم. الآن لو أستخدم جوال من 10 سنين بيكون أفضل من هذا 10 مرات، تخيلوا 10 سنين، أنا جالس أتكلم عن 10 سنين، أنت ممكن ما تبي تستخدم الجوال اللي قبل 10 سنين، لو أقول لك جوال قبل 3 سنين ما تتنازل، فما بالك جوال من قبل 17 سنة في ذيك الحقبة، في الوقت اللي حتى الجوالات كانت ممنوعة فيه اللي تحمل كاميرا. ولكن مرت الأيام والسنين وصارت الجوالات تتطور وتتطور. أنا بالنسبة لي أفضل حقبة اللي هي من 2003 إلى 2007، الجوالات فيها كانت في مرحلة يعني فيها طفرة، فيها تقنيات تطلع، فيها أشياء جديدة نشوفها، بالرغم من النوكيا كانت تكرر أشكال الجوالات، يعني تنزل جوال نفس الثاني بعد بخمس أيام، بس كان في تطور في الجوالات، كان في قيمة حتى في الجوال نفسه. يعني احنا الجوال هذا لو هبده في الجدار الحين عندي، طبعا ما بيهبده انه ذكرني في ذكريات حلوه، بس لو هبده في الجدار عندي بيكون ما جاه اي شيء ولا انظر. ليه؟ لانه قوي، على الرغم من انه مجدد. للي يسال عن سعره، طبعا اخذته ب 87 ريال، يعني اقل من ال 100 ريال حتى، ولو تبي تلاقيه بالسوق المستعمل حاليا ممكن ما تلقاه، لانه هو موديل غريب اصلا. كم موديله؟ نسيت موديله، ممكن 3100، خلونا نشوف موديله دقيقه، انا نسيت موديله حتى. 3200 موديله، 3200 مصدقني ما راح تلقاه في السوق نهائيا، واللي لقيته شق راسي، ممكن تلقاه بس منتهي رايح فيها خلاص. يعطيكم العافيه على المشاهده، كان هذا فيديو بسيط استعرض فيه لكم جوال النوكيا الدلوعه 3200، الجوال اللي اعتبره من اوائل الجوالات اللي اقتنيتها واللي كان يحمل كاميرا. اذا عجبك الفيديو لا تنسى زر اللايك، اذا بغيتوا سلسله نفس هذه بشوف حماسكم تحت في التعليقات. انا ما ابي اقول لايكات، بقول التعليقات، اذا في ناس تعلق تحت، لان انا يهمني الشخص اللي يكتب تعليق اكثر من اللي يحط لايك. انا تغيرت وجهتي في اليوتيوب، يكتب تعليق هذا مهتم، يحط لايك بعد مهتم، لكن ما كتب تعليق، انا يهمني التعليق. اليوم التعليق يدل على انك انت تابعت الفيديو وانت راجعت الفيديو معاي، وانت سواء عجبك او ما عجبك راح تكتب تعليقك تحت. اذا بغيت انزل سلسله عن الجوالات القديمه لنوكيا، ممكن ابداها لك من اول جوال اللي كان له انتل او انتينا صغيره لين اطلع فيها للجوالات الحديثه، عادي جدا اكتب. واذا عندك جوال ودك تشوفني استعرضه، جوال قديم، حط موديله تحت، قل جوال كذا اسمه كذا، مالك شغل، اكتب اسمه مالك شغل، انا ادبرها انا اجيبه، بس انت اكتب اسمه. والجوالات اللي اشوف عليها لايكات كثيره هي اللي راح اجيبها، هذه رغبتكم انتم، اذا تبون استعرض الجوالات القديمه راح استعرضها. ودقيقه صبر، هذه منتجات موجوده عندي ما استعرضتها الى الان، وممكن استعرضها في حال يعني شفت في
كميه يعني تفاعل بالتعليقات. نعم راح استعرض الاشياء ذي لكم واسوي لها فتح صندوق، ولكن هذا مدخل للموضوع هذا. انا بس فقط بستعرض جوال النوكيا القديم، وبيكون مدخل ان شاء الله لاني اسوي لكم سلسله استعرض فيها اشياء غريبه، اشياء ممكن نستخدمها في الاختبارات الله لا يقولها، فتكون يعني طرد لك من القاعه وبعدها ما تدخل الله لا يقولها، يعني ان شاء الله انك تجتهد بنفسك. فيعطيكم العافيه على المشاهده، لا تنسونا من الدعم، الله يرضى لي عليكم، نبغى المليونين ان امكن في الوقت القصير هذه السنة. يا طماع توك دخل المليون. إيه أنا طماع يا أخي، أنا طماع في حبكم يا أخي، إذا طمعت في حبك فما هو هذا عيب، العيب أني أستغلك وأنا ما استغليتك. السلام عليكم.